التساؤلات التي طرحت بعد صدور بلاغ الديوان الملكي بخصوص حذف كتابة الدولة في الماء وإدماجها ضمن مصالح وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء. أولا أود التأكيد على النقاط التالية: الحكومة كحكومة تشتغل بكافة مكوناتها وقطاعاتها في إطار من التعبئة لإنجاح الأوراش الكبرى. الآن نحن بصدد مجموعة أوراش مصيرية ومفصلية لبلدنا، الملف المرتبط بقانون إطار التربية والتكوين وما يهم إصلاح شامل وعميق لمنظومة التعليم، الملف المرتبط بالمراكز الجهوية للاستثمار ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، الملف المرتبط بالحماية الاجتماعية بمختلف أبعاده، مرتبطة بالتعليم، مرتبطة بالصحة، مرتبطة بالحوار الاجتماعي، مرتبطة بالمرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الملف المرتبط بالجهوية المتقدمة في بعدها الإداري، ميثاق لا تمركز الإداري. هنالك أوراش كبرى اجتماعية واقتصادية، هنالك حالة تعبئة الآن. إذن هذا تدقيق له. المسألة الثانية، الإشكاليات التي تطار على مستوى الأغلبية تعالج في إطارها، في إطار الأغلبية الحكومية. السيد رئيس الحكومة له إرادة قوية من أجل صيانة وتدعيم الأغلبية الحكومية وصيانة العلاقة المتميزة التي تجمع الحزب الذي يقود الحكومة مع حزب التقدم والاشتراكية. المسألة الثالثة، أن ما يتعلق بحيثية حذف كتابة الدولة في الماء تم يعني عرض هذا القرار في إطار بلاغ للديوان الملكي، بالتالي ليس لدي ما أضيفه على الحيثيات التي وردت في إطار بلاغ الديوان الملكي. وعلى المستوى القانوني صدر المرسوم الذي ينظم ذلك من حيث التنزيل في الجريدة الرسمية. ما يهم الحوار بين الحزبين، السيد رئيس الحكومة يعني طلع البيان الذي صدر عن حزب التقدم والاشتراكية وهو يدرس الأمر، وهنالك حوار مستمر بما يحفظ العلاقة المتميزة كما قلت بين الحزبين. وفي هذا الصدد الأغلبية الحكومية بكل مكوناتها كما قلت أؤكد على مسألة أساسية: حالة من التعبئة لإنجاح الأوراش المنطلقة والمعلن عنها والتي تكتسب طابعا مصيريا بالنسبة لبلدنا.